لا تزال القصص الغريبة والمتعلقة بجرائم القتل تفاجئنا يوماً بعد يوم. في قصة اليوم، رجل هندي يدعى لالان يقتل زوجته بلا رحمة بسبب طبق بيض. هذا صحيح، إذ أقدم على قتل زوجته أنجالي بسبب رفضها لصنع طبق البيض بالكاري وتخلص من جثتها في منزل معزول. عثر بعدها أهالي القرية على أنجالي البالغة من العمر 32 عاماً ملقاة داخل عقار قيد الإنشاء. وبعدها بدأت تحقيقات الشرطة التي وضعت أصابع الاتهام على الزوج لالان كمشتبه رئيسي في القضية وألقت القبض عليه. واعترف لالان بكل برود أنه قتل زوجته بعد نشوب شجار بينهما لأنها رفضت إعداد طبق البيض بالكاري الذي طلبه، وأشار أنه كان ثملاً وفي حالة غضب شديدة وضربها بالمطرقة والحزام حتى لفظت آخر أنفاسها. ولا تزال التحقيقات جارية ولم يتم الإفصاح عن عقاب الجاني والمدة التي سيقضيها في الحبس.